التقى الرئيس السوداني عمر البشير ببيت الضيافة بالخرطوم بمدير المخابرات العامة بالإنابة اللواء عباس كامل. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الجانبين بحثا خلال اللقاء أهمية التواصل بين مصر والسودان والتحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة وضرورة عدم تأثيرها على العلاقة بين البلدين. فيما أجرى وزير الخارجية القطري عدة لقاءات مع المسؤولين بالخرطوم التي يزورها حاملا رسالة من أمير قطر للرئيس السوداني. ولتعقيب على ما لدينا من أخبار، بنرحب معنا في الاستوديو بالكاتب الصحفي الأستاذ عادل نعمان. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أستاذ عادل، يعني النقطة الأولى التي أريد أن أعرف رأيكم فيها هي هل نجحت مصر الآن في احتواء الخلاف مع السودان؟ والنقطة الثانية، يعني هل تعتقدون أن تزامن زيارة الوزير القطري مع محاولات الإصلاح المصري السوداني هي محاولة جديدة من قطر لتسميم العلاقات مرة أخرى؟ ده صحيح. في الأولى أنه مصر تنجح ولا بد أن تنجح ولازم تنجح في احتواء الأزمة مع السودان. ليس لنا حل مع الإخوة، وحط تحت كلمة الأخوة والأخوة بيننا وبين السودان 100 خط. نجحت نعم، وتنجح نعم، ولازم ننجح أيضا نعم. قطر بتحاول أن تفسد العلاقة بيننا وبين السودان. بس أنا عايز أشير إلى نقطة مهمة جدا عشان نفهم أن هناك استحواذ للقارة الإفريقية من قبل الاقتصاديات العالمية القوية. 3 وزراء خارجية كانوا في أثيوبيا في وقت واحد، الصيني والأمريكي والروسي، وكان منهم 2 في فندق واحد. احنا عايزين نعرف أين تكمن المصلحة نصل إليها. كما يصل هؤلاء 3 إلى أثيوبيا، نستطيع أيضا أن نصل أيضا إلى إخواننا في السودان. ليس لنا حل مع السودان سوى أن نكون عنصر واحد. نحن بيننا مصاهرة، بيننا قرابة، بيننا دم واحد وشريان نيل واحد. وعلى الشعب السوداني والشعب المصري أن يتفهم جيدا أن الحياة الاثنين في واحد، والصراع بينهما لا أساس له ولا من المفروض أن يتواجد.